تحية لكم، السلام عليكم، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والمستهل بأبرز العناوين. الجزائر تستلم الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سبوتنيك في الروسي تسديدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والكشف عن وصول شحنة أخرى من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا بعد غد الأحد. انطلاق عملية التلقيح غدا بمستشفى البوليدة، والأولوية لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتوسيع العملية لتشمل الأسلاك الأخرى بداية الأسبوع. مؤسسة ميناء مستغانم تسجل ارتفاعا في رقم أعمالها السنوي. وخط السكة الحديدية رابط بين بوكزول وتسمسيلت يدخل الخدمة قريبا. الزاوية القرآنية بالقليعة ببرج بوعريريج بعمر 7 قرون. ومواقع الجزائر الأثرية تبعث السياحة الداخلية لما تزخر به ربوعها من حضارات وعصور زاهرة.